الله. ماجد معروف عنك يعني دائما كمراسل يقولون ماجد التويجي المراسل المستفز. شوف من اللي يقول أجيبة يعني أجيبة لو كان تحت الحراسة؟ حراسة ماجد. الله عليك، عاد أساسا أحب ذا الرجل، أنا أحبه كفنان وكشخص. حلو. تعرف يوم اعتزال ماجد عبد الله أنا ما أتوقع 1%. شوف ترى راشد الماجد كنت بتقدم بدل تركي العجمي يعني؟ لا 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 بعد لا تنشبنا أنت، والله أقوم يا جماعة أقوم. اسمع والله أكلمك جد، يعني راشد الماجد فنان سوبر ستار وصوت جميل ووسيم ما شاء الله، واللي أعرفه أنه رغم أنه قد لعب للاتفاق سابقا لكن ميح في كرة القدم. حلو. ميح. المهم وبوجود الله يذكره بالخير كان يقدم الحفل وكذا، وطلع راشد الماجد وغنى يعدون لا لا لا. المهم أنا الحفل كله كوم وأبغى راشد الماجد، أبغاه أجيبه يعني أجيبه صدى الملعب، أجيبه يعني أجيبه لو كان تحت الحراسة، وهو مجرد يخلص ويدخل الخرطوش يوم الأمن كذا يرحم أمك وأبوك تكفى تكفى. التفتوا كذا قال خلوه المشاغب ماجد تويجي أبيه. الله أنا تشققت الحين وأخر عني. أكبر من في العمر ها؟ أنت أكبر من في العمر. إيش دخلك أنت الحين؟ بتزوجني؟ بتزوجني أنت ولا؟ أنا أقول لك أنا أقول لك أكبر من المفروض أنت تناديه تعال راشد. بعد وصراحة يعني نفسي أنا انقطع يعني. اشرب موية وروق 10 دقائق لين ما تهدى وأنا بسجل معك، أنا اللي حسجل معك. فلما نجد يعني من فنانيننا هذا التقدير كإعلاميين سعوديين سواء رياضيين ولا غير رياضيين ترى شيء يسعدنا. رابح مواقف رابح متهاوش محمد عبدو بينك وبينه مشكلة. لا رابح زعل مني في حاجة وما كانت مقصودة. لما قدمت في نهائي كأس الملك عمل سارعي فطبيعي جدا أنه رابح أكبر وأقدم حقول أنتم الآن على موعد مع عمل اوكي وطني يقدم من شركه الاتصالات السعوديه. اداء رابح صقر طبيعيه جت وراشد الماجد فالرفعه ذي زعلته مني. بس والله ابو صقر حبيبي وصديق قديم وكذا، انت تشوف فيها غلط؟ انت بواقع خبرتك لو مكاني اكيد حتشد في الاسم الاخير. طبيعي. الاسم الاخير لازم يكون في الشو الشد. يعني في الاخير ما هم متقابلين، هم اغنيه واحده وانت حطيت رابح بالاقدميه. اسمع احلى حاجه اعطيك اياها، سالم الهندي هذا انا اشيله على راسي، انا متزعل انه وياه. ابو فواز اشيله على راسي، متزعل انه وياه. حتى لو انك متزعل انت لا لو سمحت لو سمحت لو سمحت تاخذ مكان تركي العجمي الحين بتاخذ مكان سالم الهندي، وش نقعد نشتغل؟ عاد سالم الهندي مره واحده حتى واحد يا رجل، وانت ما خليت احد الا مدحته في روتانا. عبد الله شبانه معقوله بس سالم الهندي؟ عبد الله شبانه احس انك خلاص صار مسألة وقت.